السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. عقدت بالعاصمة نواكشوط جلسة عمل مشتركة بين موريتانيا والبنك الدولي لمراجعة المشاريع والبرامج الممولة من طرف البنك، وتهدف هذه الجلسة إلى مراجعة سنوية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي ومعرفة مدى تقدم تنفيذ الأشغال فيها. أعلن مدرب منتخب المرابطون كورينتان مارتينز تشكيلته لخوض مباراة الذهاب أمام المنتخب الغامبي في 25 من الشهر الجاري بالعاصمة نواكشوط. وقد ضمت التشكيلة 11 لاعبا محترفا ببعض الأندية العربية والأوروبية وعشرة لاعبين محليين، من بينهم خمسة من نادي أف سي تفرغ زينة واثنان من نادي أف سي نواديبو ولاعبان من نادي الكونكورد، إضافة إلى لاعب واحد من نادي الإقصر. صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدوها الخميس على مشروع قانون يتعلق بمحاربة الفساد، ويتضمن مشروع القانون 48 مادة، وتصل أقصى العقوبات الواردة فيه السجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها 10 ملايين أوقيه. صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه يوم أمس على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 59/2001 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية. وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمد العبد الله إن المرسوم يأتي في سياق دعم البلديات والتنمية المحلية واستجابة لمصادقة موريتانيا على الإعلان العام للسياسة العامة للامركزية والتنمية المحلية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.